برحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعيه مباشر. معايا على الهاتف الدكتور ايمن عبد العال، المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا ورئيس قطاع الانتاج. كل عام وحضرتك طيب يا دكتور ايمن. وحضرتك طيب سامح بي، اهلا وسهلا. أهلا بسعادتك يا فندم. اهلا بحضرتك، بشكرك على المجهود اللي بتقوم بيه، لان انت مسؤول عن نموذج ارشادي في عمق الصحراء ابتدى اليوم اشوف له ملامح. يعني انا متابع المشروع ده من اول يوم، مر بعده ظروف، لكن في الفتره الاخيره انا ابتديت اسمع المستثمرين نفسهم بيتكلموا عنه، بقيت اشوف نماذج نجحت. احكي لي المشروع وصل لغايه فين النهارده، واجمالي ما تم زراعته من ال 20,000 فدان. والله يا فندم احنا اولا ده واجبنا ناحيه تجاه بلدنا، ان احنا يعني في خطه معالي الرئيس واستصلاح وزراعه 1.5 مليون فدان، فده نموذج إرشادي لوزارة الزراعة، ودايما وزارة الزراعة بتقوم بهذا الدور في كل الأراضي الجديدة اللي بتستصلح طبعا، وبناء عن توجيهات طبعا وتعليمات معالي الأستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. احنا بنمشي بخطى واثقة وبثقته فينا وبتوجيهاته. احنا النهاردة الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا ننجح في المشروع، واصبح نموذج ارشادي يحتذى به في المنطقة، واصبح نموذج لتسويق اراضي الدولة في المنطقة عن طريق الريف المصري. فاحنا الحمد لله رب العالمين بنحمد ربنا على هذا التوفيق، ونتمنى المزيد لبلدنا ان شاء الله. ان شاء الله. مساحة المشروع 20,000 فدان. 20,000 فدان طبعا احنا المساحات اللي بتبقى مخصصه لكل بير 238 فدان، بيتم زراعه 125 فدان على اساس التوصيات بتاعه الري، ان احنا بنستخدم المياه لاستمرار تدفق او استمراريه المياه، فبنستخدم 125 فدان من ال 238 فدان للزراعه. تمام. ايه التركيبه المحصوليه اللي عندنا وايه اللي نجح منها؟ الحمد لله، هو طبعا بعد النجاح اللي حصل العام السابق في المحصول البنجر والقمح، وطبعا كنا الشعير والكانولا، ولكن احنا طبعا بنفكر بفكر المزارع ان انا برضو عايز اسوق المحصول وايه انسب المحاصيل اللي بتجود في المنطقة وممكن يكون سهل تسويقها. فانا لقيت ان موضوع البنجر ومحصول البنجر ونجاحه في المنطقة هو زي ما قال معالي الوزير هو الحصان الاسود في المنطقة. القمح كذلك بالنسبة لنا هو طبعا المحصول الرئيسي، وده اللي لابد ان احنا يعني ندعمه ونزرعه في المساحات الجديدة اللي بيتم التوسع فيها، على اساس ان هو المحصول الرئيسي يعني لرغيف الخبز يعني. طيب بنجر السكر حضرتك ذكرته وقلت ان معالي الوزير بيراهن عليه، صحيح. ايه المميزات اللي في بنجر السكر، خصوصا ان انا سمعت الكلام ده كمان من مسؤولي المصانع نفسهم ان هم كانوا جاهدين ان هم يتوسعوا في الزراعه التعاقديه او المساحات اللي يتعاقدوا عليها مع حضراتكم، هل هناك ميزه نسبيه؟ هو طبعا ارتفاع انتاجيه محصول البنجر تحت الظروف، يعني الموسم السابق كان وصل متوسط الفدان ل 21 طن في الفدان، ده انتاجيه تعتبر انتاجيه عاليه لارض اول مره تزرع في تاريخها، فكانت دي بداية الشعور بالنجاح، لأن محصول البنجر هو يحقق معادلة الربحية في هذه المنطقة. فطبعا كون أن الفدان كان جايب كم طن معنا؟ 21 طن المتوسط، يعني كان في أعلى من كده في بعض الأماكن وكان في أقل، ولكن كان المتوسط العام 21. كانوا كم فدان يا دكتور أيمن؟ كان 600 فدان، 625 المساحة الصافية كانت 600 فدان، فطبعا كان المتوسط 21 طن للفدان. المسافة ما بيننا وبين مصانع بنجر السكر كبيرة؟ طبعا احنا جنبنا في المنطقة مصنع أبو رقاص ومصنع الفيوم، الاثنين يعتبروا مجاورين لنا، وبتتولى المصانع وهم متعاقدين معانا حاليا على مساحات كبيرة هذا العام.
بناء عن جودة البنجر اللي تم الحصول عليه العام السابق نتيجة ارتفاع الجودة اللي وصلت ل 88%، ارتفاع نسبة السكر اللي كانت مفاجأة للجميع اللي وصلت ل 23%، وده في أرض الوادي لا يتعدى 17% نسبة سكر. فدي كانت المفاجأة، وكان سر التمسك من قبل مصانع السكر سواء مصنع الفيوم أو مصنع أبو رؤاس أو مصنع النبرية، دي المصانع اللي اتعاملت معانا، وكذلك الإسكندرية. كل المصانع دي كانت بتاخد بنجر من غرب المنيا وصل إلى الإسكندرية، ده نتيجة جودة المنتج اللي ناتج في أرض بكر لم تزرع من قبل. ده فعلا اللي أكد عليه مسؤولين كبار في مصانع بنجر السكر، أن نسبة السكر عندكم مرتفعة في البنجر، ودي فعلا هتزود في الانتاج عنده وهتزود له في الربح نفسه، لان هو كده عنده فرق تقريبا 5% عن البنجر اللي بيستلمه من الاراضي القديمه، فدي هتفرق معاه. القمح، المكان عندكم ظروفه الجويه صعبه جدا، هل حددتم السياسه الصنفيه اللي هتزرعوها من خلال القمح؟ المعاملات هتبقى مختلفه، هتتعاملوا ازاي مع الموسم الشتوي؟ حقيقة إن شاء الله السنة دي كل ما مرينا به من سلبيات في الموسم السابق إحنا بنحاول نتلافاه في هذا الموسم. القمح طبعا إحنا السنة اللي فاتت كانت أول مرة الأرض في تاريخها تزرع، الأرض طبعا فيه نسبة ملوحة متوسطة، كذلك المياه بتصل إلى 2300 بي بي إم جزء في المليون في المياه. فطبعا وإن كان حاليا إحنا بدأنا نشعر إن المياه نتيجة التجديد اللي بيحصل نتيجة السحب من المياه الموجودة بدأ يحصل انخفاض في نسبة الملوحة، فالأمور إلى الأفضل. كذلك بالنسبة لمعاملاتنا للتسميد، الظروف الجوية فندم، المنطقة طبعا منطقة المنيا منطقة بتنخفض فيها درجة الحرارة، وخصوصا درجة حرارة الليل لدرجة منخفضة جدا بتصل إلى 3 درجة مئوية، وده طبعا بيأثر على المحصول. ولكن السنة دي إن شاء الله نأمل إن شاء الله يكون موسم موفق باتخاذ كل الاحتياطات للحصول على محصول عالي إن شاء الله. كان في جانب تم إنشاء فيه صوب زراعية، ده تمام. أخباره إيه وكم صوبة عندنا وإنتاجهم؟ لأن دي كانت أول النجاحات اللي ظهرت في المشروع. تمام، كان في طبعا الزراعة المحمية، وفيه ما لا زال 10 صوب موجودين بيزرع فيهم الخضار، وكل أنواع الخضار بتجود فيهم. عندنا البير رقم 12 اللي هو البير اللي فيه الإدارة بتاعة المشروع، ده بيزرع فيه التجارب، وكان فيه تجارب القمح الموسم السابق التابعة لمشروع الترشيد، وكانت نتائج باهرة خصوصا المساحات المنزرعة على الري بالتنقيط، وكان من ضمنها نتائج المتوسطات العالية للقمح، أصناف القمح اللي احنا بناء عليه حددنا السياسة الصنفية للمشروع، سواء مصر 2 أو 171 جيزة 171 أو شندويل 1، الثلاث أصناف دول من أعلى ثلاث أصناف حصلنا فيهم على إنتاجية في التجارب الخاصة بمشروع الترشيد المنزرعة في البير رقم 12 اللي هو مخصص للتجارب الزراعية. تمام. فإحنا بناء عليه توسعنا في هذه الأصناف السنة دي، وزرعنا مساحات كبيرة من هذه الأصناف بجانب مساحات البنجر اللي تصل هذا العام إلى 5 أضعاف المساحة المنزرعة العام السابق. يعني إحنا العام السابق 600 فدان، السنة دي 5 × 600 3000 فدان ان شاء الله. وفيه توجيهات من معالي الوزير ان احنا قد نتخطى هذه المساحة، لان البنجر هو المحصول الرابح في هذه المنطقة. كان عندكم برضو نموذج يعتبر من النماذج البحثية، وهو استخدام اجهزة لمعالجة المياه المغناطيسية في بعض المحاصيل، دي اثبتت جدواها، وهل ناويين تتوسعوا في استخدامها؟ والله هو طبعا كان في تجربة لمعهد بحوث الاراضي بهذا الخصوص، ولكن ما علمته ان لم يكن هناك فرق بين الجزء المعامل والجزء غير معامل، كانت أي. النتيجه واحده في الحالتين، لان يمكن ان الملوحه ما هياش للدرجه العاليه، يعني احنا عندنا الملوحه ما هياش في المستوى او في الرنج المرتفع، لان الملوحه عندنا تعتبر في الرنج المتوسط، مقبوله للمحاصيل المختلفه،
بالظبط، فما كانش الفرق واضح نتيجة ان هي كانت الملوحة في هذا الرينج المتوسط. طيب يمكن لو كانت الملوحة اعلى قد يكون الفرق اوضح قليلا. طيب السؤال الاخير، انا اسف على الاطالة، مزرعة الانتاج الحيواني وصلت لفين؟ مزرعة الانتاج الحيواني النهاردة نموذج ناجح موجود عندنا، من 400 رأس وصلت عدت 700 رأس. في عندنا النهاردة عجول جاموسي وصلت تعدت 350 كيلو، يعني وصلت، ودي تعتبر مولودة في المزرعة، يعني أصبح في جيل تاني النهاردة موجود بعد 400 رأس اللي بدأت بيهم المزرعة، فهي من أنجح النماذج اللي موجودة. احنا عندنا انتاج ألبان وتسمين ولا شغالين طبعا حاجة؟ طبعا في تسمين، طبعا العجول اللي هي ذكور اللي نتجت من ال 400 راس النهارده هي في مرحله التسمين وتخطت ال 350 كيلو زي ما ذكرت لحضرتك. في البان بتنتج المزرعه تقريبا حوالي طن ونص، في منهم جزء بيستخدم للرضاعات الصغيره وفي جزء بيتخطى ال 750 او 800 كيلو يوميا بتباع للجمهور. تمام، بشكرك يا دكتور ايمن، وان شاء الله في القريب العاجل يا ريت تنورنا نبقى موجودين مع بعض على الهواء نتناقش اكتر ونتحدث عن هذا المشروع الهام. بشكر حضرتك الدكتور ايمن عبد العال المدير التنفيذي لمشروع غرب المانيا ورئيس قطاع الانتاج. يعني انا بشكرك فعلا، لان احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على اماكن طول عمرنا بنحلم ان احنا نشوفها فيها عمل وفيها تنميه او فيها موارد بشريه، الناس تروح تعيش هناك. فانت النهارده علشان ده يتم ما هواش بالسهوله. انت بتتكلم على ان انت استلمت المشروع ده كوزارة الزراعة، حتى ما فيش طريق ان انت توصل له، انت بتمشي في، وكنا بنقابل مشاكل كبيرة جدا وصعاب علشان نوصل لارض المشروع نفسه عشان نسجل. انت بتتكلم على عمق الصحراء وطبيعة مختلفة جدا تماما، لكن جهود علمائنا والباحثين ومركز البحوث الزراعية قدرت ان هي فعلا يبقى فيه منارة موجودة النهاردة، مكان إرشادي الناس تروح علشان تشوف إيه اللي حصل، نجح ولا ما نجحش. الأراضي هناك النهاردة، وشركة الريف المصري بتقوم بدور مهم جدا لتخصيص هذه الأراضي وبيعها أو يعني التحكم فيها، لأن دي موارد دولة. فأنت بتتكلم على موارد كانت معطلة غير مستغلة، إحنا بنتكلم على ثروة حيوانية موجودة في عمق الصحراء. يعني احنا يعني اول ما ابتدى التخطيط لهذا المشروع كنت بسمعهم وهم بيتكلموا، طب جودة المية هتتناسب مع الحيوانات دي عشان نوفر لها مياه للشرب؟ هنطلع فاصل ونستكمل بعده الزراعة مباشر.